شرف اللزقه. ايه رايكم نعزم احمد يتغدى معانا؟ وانا من رايي منى هي اللي تعزمه. اشمعنى بقى؟ عشان تصلحي غلطه الصبح، ده انسان صعب ومش هيرضى. منى، الدكتور وصل ان احنا نعمله كويس. معلش عشان خاطري وحياتي. هيدا القلوب الرقيقه. معلش يا منى. ولك يسلم لي القلوب ولا تلاوي. معلش عشان خاطري. حاضر. شو العمل؟ يلا يا قطه. هم هم هم. السلام عليكم. أي خدمة؟ ممكن تيجي تتغدى معانا؟ بتعزميني في بيتي؟ يعني أنا مستريح كده. طب إيه رأيك لو نجيب الأكل ونيجي نتغدى معاك هنا؟ هنا في المكتب؟ طبعاً، فكرة مش كده؟ انتوا جنسكوا ايه؟ ما تعرفوش اي حاجه اسمها نظام اتيكيت ذوق؟ الله الله الله، ولزومها ايه النرفزه دي بس؟ ما تخليك رايق وعاقل زي ما كنت. ما هو تصرفاتكوا تجنن اي حاجه في البلد. من فضلك ما تزعليش بالشكل ده. ده بيتي وانا حر فيه. بيتك بيتك، كل كلمه والتانيه بيتك. طب ايه رايك بقى انه مش بيتك؟ قصدك ايه؟ قصدي ان البيت في الاخر عند ربنا، لكن في الدنيا اللي عنده زي اللي ما عندوش، ويمكن اللي ما عندوش يكون مرتاح اكتر. قلت ايه؟ هودني بقى ربنا يهديك. عايزه تقولي دي يا اخي بهزي، ما تاخدش على كلامي، حقك علي. اهزي زي ما انت عايزه، بس يكون في علمك مش هتستنوا في بيتي ثانيه واحده بعد الثلاث ايام، مفهوم؟ ما وحياتي. هو هيشرف على الغدا؟ كنت عارفة انه مش هيرضى. عمره ما يرضى. طلع انت سعيد. طلع لي الاكل فوق. بامرك يا بيه. حاضر يا بيه. ما تخليك انت سعادة البيه وانا ودي له الاكل. ما بيصير، طالما ان نوينا على الخير لازم نضل للاخر. لو عنده شوية ذوق كان طلب الاكل بابتسامة. انا هدفع نص عمري للي يخليه يضحك. اسألوني انا، ده عمره ما بيضحك. يمكن الليلة يضحك عشان الليلة عيد ميلاده. ايه كل سنة هو طيب. لازم نحتفل بعيد ميلاده بدل ما تضيعوا وقتكم على الفاضي. فكروا في المسرح احسن، ده عمل انساني. موافقين؟ انا مش موافقة. مساء الخير يا فندم. نعم. في واحد عايز سعادتك في مسألة مهمة جدا. والواحد ده بس اسمه ايه؟ مرضاش يقول على اسمه. طيب استرها يا رب.